الآن احسب القيمة الحالية. الآن بدنا القيمة الحالية لدفعة سنوية مقدارها 100 دينار تدفع آخر كل سنة لمدة 10 سنوات، وذلك بمعدل 7% سنويا. القيمة الحالية تساوي المبلغ الدوري، هيختلف حاجة بسيطة جدا هنا، 1 ناقص 1 زائد ع والسالب نون على عين، وبنيجي بنعوض يساوي 100 في 1 ناقص 1.7% والسالب 10 نون نون 10 نون طبعا 10 على عين اللي هي 7%، وحيساوي كله مع بعضه 702.358 دينار. الآن لو عندما يتحدث عن دفعة كل أول سنة، يعني هنا آخر كل سنة، لو قال أول كل سنة بده يكون القانون القيمة الحالية بتساوي 100 في 1 ناقص 1 على 7%. ايش اللي حيفرق بالضبط؟ يعني انه هنا ناقص واحد، وانه هنا سالب 9 هيصير سالب 10 هيصير سالب 9، هنزود عليه 1 سالب 9، تمام؟ سالب 9، وهنا هتحط في الاخر سالب 1 للكل، يعني هتكون هنا مش واضحة كتير بالنسبة لكم، 1.7 أس سالب 9 على 7% سالب 1 زي كده بالضبط. هذا لما يكون الدفعة أول كل سنة مش آخر كل سنة.